التنمر بين الأطفال في منتهى الخطورة، لأنه بيخلق شخصية فيها مشكلة. مشكلة الحول في مصر إن هو ثقافة علاجه ضعيفة. بشوف يعني تقريباً كل يوم طفل مش عايز يروح المدرسة. أنواع الحول إيه؟ في ناس كتير مش فاهمة أنواع. الناس الغير أصحاء نفسياً في المجتمع لازم نعالجهم ولازم نساعدهم. الولد عنده حول فعلاً، والأب والأم واهمين نفسهم إن ده حول كذب. بالظبط، لما يكبر هيتعدل. نوع من انواع الحول انا هعمله عند سن 6 شهور، ونوع هاجله. انا مش باجله عشان انا خايفه من عمليه الحول، انا باجله عشان رد فعل العضلات في النوع ده من الحول احسن في السن ده. الدكتوره هبه متولي علي، استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، دكتوراه طب وجراحه العيون جامعه القاهره، زميلة الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال. أربعة في المئة من البالغين في العالم مصابين بالحول، معظمهم بدأ معاه من الصغر وتم إهماله، وأحياناً بيكون الحول عرض لمرض خطير يستدعي التدخل الطبي السريع، زي السكر وأمراض الغدة الدرقية والوهن العضلي وأورام الدماغ أو صدمات الرأس القوية أو السكتات الدماغية. إهمال علاج الحول أو الإشارة اللي بيديها لنا على مرض تاني خطير جداً، الاكتشاف المبكر للأمراض الخطيرة اللي بتصيب العين والتعامل معاها باهتمام بيساهم بشكل كبير في السيطرة على المرض والشفاء منه. أهلاً بيكم، اسمحوا لي أن أنا أبدأ حلقتي النهاردة بأن أنا أخوفكم، اسمحوا لي بكده، محدش يقول ان الكلام اللي هقوله ده يعني مش بجد، لا كلام بجد. الهواتف الذكية في دراسة اتعملت في جامعة سيول، في مدينة سيول عاصمة كوريا، جامعة اسمها جونام، لقوا او ربطوا ما بين إصابة الأطفال بالحول والهواتف الذكية. لقوا انه الهواتف الذكية قد يكون لها تأثير، وربطوا الكلام بالحول. طيب التدخين دراسة تانية، بس دي اتعملت في واتشكون، ودي جامعة في الصين، رحنا بقى شرق آسيا، مهتمين بالأطفال ومهتمين بالحول. لقوا ان التدخين بيصيب الأطفال بالحول، دي حاجة تخوف تانية، خلي بالكم من الكلام ده. لقوا كمان انه في علاقة وثيقة، دي دراسة ثالثة بقى، دراسة ثالثة دي اللي عملتها سكاي نيوز، انه في علاقة بين السلامة العقلية وبين قدرة الانسان على البصر الجيد. الحول اذا قد يؤدي الى مشاكل عقلية بالنسبة للاولاد. خد اللي جاية دي بقى، انه في مخاطر الكحل، التكحيل بتاع العين للاطفال خطر جدا، النظارات الشمسية المقلدة، تلبس الطفل نظارة شمسية أي كلام. طبعا كل ده بيؤدي إلى مشاكل خاصة بالعين، احنا قلنا 3-4 منهم خاصين بالحول، فأرجوكم تتنبهوا، وخصوصا إنه الحول شيء مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه في حالة تنمر تجاه الطفل اللي عنده حول في المدارس أو في المحيط بيه، قد تؤثر على نفسيته بشكل كبير جدا. النهارده لقاء مهم حول هذا الموضوع المهم للغايه مع ضيفتي المهمه للغايه طبعا، والتي تبدع في حوارها دائما، الاستاذ دكتور هبه متولي. منورانا دكتور هبه. ميرسي ميرسي يا دكتور ايمن، شكرا جزيلا. شفتي ده انترو فظيع. انا خفت، انا اتخضيت من الهواتف الذكيه. يعني انا التدخين ماشي، ما احنا عارفين التدخين بيعمل كل البلاوي السود، لكن الهواتف الذكية. هو الهواتف الذكية فكرتها النير فيجن، يعني ان طول الوقت الطفل قاعد مقرب حاجة وبيبص عن قرب وبيبذل مجهود في ان هو يشوف الحاجات ويشوف الجيمز اللي بتتحرك بسرعة، فده بيؤدي الى ان العضلات الضمة بتشتغل اكثر من اللازم، فممكن يصاب بالحول، وممكن يزود شوية نسبة حدوث قصر النظر. بس برضو مش معنى ان احنا هنحرمه منها خالص، برضو عشان يعني برضو هي مفيدة لانها بتزود الوعي وبتعرف الطفل عن حاجات وتحسن الذكاء، وانا ساعات كمان بطلبها لما اكون عايزة اعمل اشجع شوية على تمرينات علاج الكسل.
ففي international recommendations يعني توصيات عالمية في الأطفال حسب سنهم، يعني السن الصغير سنة وسنتين لا طبعا ده ممنوع خالص، أكتر من السن ده يعني بس المصرح به ساعتين بس في اليوم للنير فيجن أو الموبايلات أو الحاجات الإلكترونيكس. دايما لو حد بيجي لي عيادة يسألني على نصيحة بقول ممكن تشغل اللي حضرتك عايزه على التي في، يعني ممكن يشغل اليوتيوب على التي في أو يلعب الوي أو يلعب الجيمز اللي هي بلاي ستيشن، ما فيش أي مشكلة فيها يعني، ولكن مشكلة في القرب بس إن هي أعمال قريبة طول الوقت. يعني إزاي أشخص الحول؟ يعني ناس كتير بتعتقد أنت سؤالك بساذج قوي، الحول ما أنا بعرفه بعيني. لا ده سؤال مش ساذج خالص، لانه تشخيص الحول ده حاجه تريكي جدا وخادعه، يعني لازم بيبقى فيه فحص في العياده، ويعتمد كمان على مهارات الطبيب اللي هو بيفحص الحول وبيشوف ده حول فعلا ولا حول كاذب، الحول ده نوعه ايه، افقي راسي، الطفل ده محتاج عمليه، محتاج نظاره، هل الطفل الحول ده هيأثر على الطفل فنبتدي نعالج ولا ممكن نتابع. يعني الحول قصه كبيره بتعتمد على مهاره الطبيب، يعني لا تعتمد مثلا على جهاز مثلا تضاريس القرنيه او جهاز مثلا قياس مثلا ابعاد العين او مجال الابصار، لا التشخيص بتاعي يعتمد على مهارات الطبيب. فعشان كده تشخيص الحول، يعني انا دايما حتى لو حد بعت لي صوره من اي مكان او كده يا دكتوره انا عندي حول ولا لا، اقول له لا سوري لازم تيجي افحص عشان اتاكد اذا كان ده حول فعلا ولا حول كاذب ونوعه ايه، واشخص على حسب يعني تشخيص نوع الحول ياتي بعده العلاج. التنمر والحول، انت كنت زي ما بيقولوا سباقه في المجال ده وطرحتي مبادرة واهتمينا بيها جدا على مستوى الإعلام، وأيضا أنت عملت بيها ما شاء الله جهد كبير. هو الحول أو يعني جزء من كبير من تخصصي، هو يعني ليه علاقة كبيرة جدا بالتنمر في المجتمع، لأن طبعا والتنمر ده مش بيطول الأطفال بس، لا بيطول الطفل وبيطول الكبير. ممكن واحدة ما تبقاش عارفة تقولي أنا ما عملتش فرحية علشان أنا عندي حول، أنا ما روحتش الكلية عشان عندي حول، أنا مش قادرة خلاص، أنا خلصت ثانوي مثلا وعايزة أدخل الجامعة، لا مش قادرة أدخل عشان عندي حول، أو واحد مش عايز يروح الشغل، أو واحد طول ما هو ماشي باصص في الأرض مش بيبص في عين الناس لأن هو خايف من السخرية. الكبير ممكن كمان يشتكي، المشكلة إن الطفل ما بيشتكيش، الطفل بيروح المدرسة ممكن أصحابه يبتدوا يسخروا منه يتطولوا عليه وهو ما بيشتكيش، فجأة بنلاقيه مش عاوز يروح المدرسة، فجأة بتلاقيه بقى منطوي بقى أكثر انطوائي لأنه مش عارف يقول إيه اللي مضايقه الحول. فالحول بيشكل خطورة اجتماعية ونفسية على الكبير والصغير. عايز أقرب شوية من الحول، أنواعه وطرق العلاج الغير جراحية الأول. الغير جراحية، هو إحنا أنواع الحول بتختلف من الكبار عن الأطفال. أنواع الحول في الكبار غالباً معظمها بتبقى علاجها جراحي، يعني نادر جداً تلاقي حد في الكبار علاجه نظارة، في بس ولكن مش حاجة شائعة. الأطفال بقى ليهم يعني أنواع أكبر بكتير، في أنواع علاجها نظارة فقط، في أنواع علاجها يعني جزء من الحول علاجه عملية وجزء من الحول علاجه نظارة، وفي أنواع تانية علاجها عملية جراحية فقط لعلاج الحول. وفي طفل عنده محتاج جدا ان هو يعمل عمليه حول وبيرتدي نظاره ملهاش اي علاقه بنوع الحول اللي هو اللي عنده، يعني اللي هو مصاب بيه. عشان كده التشخيص في الاطفال مهم جدا جدا جدا، ان انا افرق ده انهي نوع، ده محتاج انهي تقنيه، وهل هو الوقت ده الوقت المناسب ان انا اعمل التقنيه دي ولا المفروض ان انا ااجل، وهكذا. يعني الطرق الغير جراحيه في الاطفال هي النظاره، يعني أنا أسمح لي أقول إن النظارة هي الوسيلة الوحيدة الغير جراحية لعلاج الأطفال من الحول في الأنواع التي تعالج بالنظارة. لكن مثلا النوع اللي علاجه عملية مش هتعالجه النظارة، ولكن أنت حضرتك لو سألتني على النوع بس الغير جراحي فمش هقول لحضرتك هي النظارة، لكن مفيش حاجة اسمها ليزر لعلاج الحول ويعني الحاجات دي. التخاريف العلمية لا 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 مش تخاريف علمية، ما ينفعش أقول كلمة تخاريف علمية دي، أنا آسف، تخاريف غير علمية. غير علمية، هي تخاريف غير علمية وليس لها اي اساس من الصحه وليس لها اي اساس علمي. لا يوجد ليزر لعلاج الحول.
عشان نبقى واضحين بالظبط. يعني وجمعيه طب العيون الاطفال اصدرت بيانات بهذا ونقلنا هذه البيانات ونكرر هذا الامر كثير. اوكي بالظبط. فهي دي التقنيه غير جراحيه. في الكبار بقى في تقنيات غير جراحيه لعلاج الحول، ممكن حقن البوتوكس، ولكن انا دايما افضله في حالات الحول الصغيره جدا اللي هي النسب البسيطه جدا، او النسب اللي هي نتيجه لشلل في الاعصاب او ما الى ذلك، لكن مش كل انواع الحول. يعني كتير جدا بيقولوا يا دكتور انا عايز اعمل حل من غير جراحه، اقول له لا، انت عشان ترتاح من الحول ده وتصححه وتعيش مبسوط، لا احنا هنعمل عمليه لاصلاح الحول. طيب هنبدا بالاطفال الاول. هنبدا في اي سن يبدا او يجب اجراحه الحول، او يجب عموما العلاج للحول؟ احنا اول ما نشك ان الطفل عنده حول لازم نلجا على طول للدكتور المختص. هو بيفحص الحول وبيقول هل هيتدخل دلوقتي، هل الطفل محتاج نظاره، هل الطفل محتاج تمرينات لعلاج الكسل مثلا نتيجه للحول ده، ايه الوقت المناسب اللي هو هيتدخل فيه. ولو انا قررت ان انا ااجل الطفل، انا مش باجله وبيقعد في البيت، لا انا بشوفه كل 3 او 4 شهور عشان اتابع الحاله. في انواع حول انا ممكن اقرر ان انا اعملها بدري خالص زي الطفل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، حول وحشي موجود طول الوقت هياثر على وظيفه العين، فاضطريت ان انا اعمله في هذا الوقت. قد يكون والطفل ده عنده 2 تقريبا، في بعض الاحوال لا، انا بيبقى الحول بيبقى يعني الحول نفسه متقطع ولا يؤثر على وظيفه العين، فممكن ااجله شويه لغايه سن 4 أو 5 سنوات. فعشان كده بقول ما ينفعش يبقى في قاعده واحده لجميع انواع الحول وخصوصا في الاطفال. مثلا في حاله زي دي ده حول داخلي او الحول الانسي، وانا يعني جايبه بس الحاله بعد العمليه مباشره عشان نشوف بس الاحمرار البسيط. العمليه بتترك بعض الاحمرار بيستمر لثلاث او 4 اسابيع بعد العمليه ويختفي. نوع العمليه دي ايه؟ دي عمليه اصلاح حول، عمليه اصلاح حول عمليه جراحيه بسيطه على سطح العين لا تترك اثر وليس لها ده عمليه في العضلات كده. في العضلات عمليه في العضلات وليست ليزر. وليست ليزر، لا وليست ليزر. اذا دي برضو ده بقى دي نوع اللي انا كنت بشرحه دلوقتي، اللي هو نوع الحول اللي نص منه نص نظاره، نص علاج ونظاره، ونص الحول الثاني عمليه. طفل في الصوره الاولانيه عنده حول نسبته كبيره، لما لبس النظاره تقريبا نص الحول او تلت الحول اختفى، وبعدين في اخر صوره عملنا له عمليه حول للحول اللي فوق النظاره وخلاص بقت عينيه معدوله جوه النظاره، يعني اثناء ارتداء النظاره. في النوع ده انا لازم احترم جدا الجزء بتاع النظاره عشان اتجنب ان الطفل ده يحصل له حول وحشي عكسي لما يجي يلبس النظاره عشان يشوف زي بقيه البني ادمين كويس. فالنوع ده يعني انا مثلا دايما كل اب او ام، طب مش هيجي داخله العمليات ما تصلحيه كله خلاص، انا ما اقدرش اصلحه كله خلاص، لازم احترم جدا الجزء اللي بيعالج بالنظاره واتركه للطفل بعد العمليه عشان يلبس النظاره يتظبط وهو لابس النظاره. حركه دماغه اللي هي فيها تلت ديت دي وعملها قصده ولا بيتدلع؟ لا هو في انواع كثيره جدا بيبقى التلت بتاعت الطفل عامل ياخد دماغه او بيلف وشه عشان يشوف كويس، والحالات ديت فعلا بتبقى معظمها سببها الحول، ولكن في الحاله دي لا هو بيتدلع. بيتدلع. ده برضو حول، ده الطفل سنته صغير تقريبا برضو 2 سنين وعنده حول انسي. يعني انا جايبه بس مجموعه من الصور لطمانه بس الاباء والامهات، وده يمكن من اصغر السن اللي احنا بنعمل فيه عمليه الحول. هو كان البنت كان عندها 6 شهور لما عملنا العمليه. العمليه امنه وبسيطه وبنعملها في سن صغير جدا، فلا داعي من ان احنا الناس تخاف منها. يعني لا داعي ان حد كبير يدخل العياده خايف من عمليه الحول، وهي اصلا احنا بنعملها الاطفال عندهم 6 شهور كان لازم تتعمل في السن الصغير 6 شهور. النوع ده لازم في السن ده، يعني النوع ده لازم في السن ده. في انواع تانية انا بقرر انها تبقى عند سن سنه، في انواع بقرر ان هي تبقى سن 4 سنين. وزي ما بقول لحضرتك لما بقرر لازم برضو الطفل يبقى تحت عينيا، بتابعه كل 3 أو 4 شهور عشان بس اطمن على استقرار الحاله. ساعات احنا شفنا في احدى العمليات، يا ريت نشوفها تاني، العمليتين اتعملوا في نفس الوقت، لازم العينتين يعني. العينتين. بص هقول حضرتك حاجه، التشخيص زي ما حضرتك قلت العلاج يعتمد على التشخيص. انا بفحص الحاله كويس واشوف اقرر انا هعمل عمليه في عين او عينتين خلاص. قد يكون الانسان شايف ان هو عنده حول في العين اليمين بس، وانا قرر ان انا اعمل العمليه في العينين، زي مثلا حاله الطفل ده. يعني انا في الحاله دي قررت ان انا اعمل في العينتين مع ان هو مامته شايفه ان هو عنده حول في العين اليمين بس. فده بيرجع برضو لتشخيص الطبيب، وان هو بيشخص اين يوجد اضطراب العضلات الاصلي في العين اليمين ولا العين الشمال. فكره، عارفه الفكره
في المجتمع المصري كتير قوي يقول لك ايه يا عم انت هتعمل عمليه بتاعه الحول خصوصا في الكبار هترجع تاني لا هو الشائعه الخاطئه دي نتيجه للممارسات الخطا في علاج الحول في مجتمعنا. الحول تخصص صعب وتخصص محتاج زي ما بقول حضرتك مهارات الطبيب فيه ان هو الطبيب المختص ان هو يشخص نوع الحول فيبتدي يعالجه صح فيبتدي نسبه رجوع الحول دي بتقل خالص. يعني احنا مفيش حاجه اسمها ابدا الحول هيرجع زي ما كان، ولكن في احتمال ان 10% من الاشخاص اللي اجروا عمليه الحول هم يحتاجوا الى خطوه ثانيه مكمله. يعني احنا مثلا لو اجرينا العمليه دي ل 100 شخص ففي 90% دول مش هيحتاج حاجه ثاني وفي 10% يحتاج خطوه ثانيه مكمله. يعني ودايما الخطوه الثانيه بتبقى ابسط من الخطوه الاولى. فيعني لا عمر ما الحول بيرجع تاني زي ما كان بالظبط لو عالجناه بالطريقه العلميه المظبوطه والصحيحه. يعني مثلا دي حاله قعد سنين عمر طويله راجل شعره شاب ما كانش يعرف ان في علاج الحول في سن الكبير وبعدين لما عرف جه وصلح الحول. وطبعا كل الحول يضر الجميع الكبير والصغير والسخريه تطول الجميع الكبير والصغير من قصه الحول في مجتمعنا. الحاله دي ده حول راسي. الحاله دي مهمه جدا لان هو قبل ما يجي لي تقريبا كان اجرى 3 عمليات لاصلاح الحول الراسي ده وجيها انا يعني نتيجه بس ان احنا بناخد ابروتش خاطئ في علاج الحول. مش بندخل على طول على العضله اللي فيها المشكله او الاضطراب الحركي اللي فيه المشكله في العين. فلما عالجنا الاضطراب الحركي وتشخصناه برضو عشان برضو اجي اكد ان هو الحول يعتمد على التشخيص، لما شخصنا العضله اللي فيها المشكله وعالجنا الحاله فبدا الايه العيان يعني يتظبط ويبقى مبسوط وسعيد. يعني عظيم برضو. هنا الحاله دي يعني عنيفه قوي. يعني هو بيغير الحياه. علاج الحول حقيقي بيغير الحياه حقيقي. يعني اختلفت بيئه في البيئه بالظبط. حقيقي بيغير الحياه جدا. يعني للاسف الحول منتشر في مجتمعنا ومتروك. منتشر منتشر وثقافه علاجه قليله بدات تتحسن جدا اليومين دول يعني بالتوعيه انا وزملائي ولكن هو ستيل برضه ثقافته حتى كمان في كتير قوي يعني من البلاد العربيه. الحاله دي يعني اعتقد ان العين نفسها نون فانكشن بس كان لازم تعمل شكلها عشان هي مش شايفه بيها لان هي العين بدات تدخل جوه لغايه لان هي مش بقتش تستخدمها. فكانت عندها ميه بيضة فقبل ما تعمل ميه بيضة صلحت لها الحول عشان نعرف نعالج الميه البيضة. ما احنا الجهاز حتى مش هنعرف نشتغل طول ما هي عينيها بالشكل ده. وخلي بال حضرتك حتى الكبار بيعالجوا الحول عشان ولادهم وعشان احفادهم ما يبقوش هم حاسين ان هم عندهم يعني قدامهم ان هم عندهم نوعين من المرض. وسيله التواصل المميزه جدا يعني الحاله اللي فاتت الاخيره دي معلش دي بنشوفها كتير في المجتمع. كتير جدا بتشوفها وفي المحلات بتشوفها طول وانت ماشي. لا اللي بعديها الحاله اللي بعديها بالظبط. يعني برضو ان احنا وفي الصعيد يعني مثلا برضو اخواننا في الصعيد هي بالظبط دي دي بصراحه يعني من الحالات يعني البنات بيبقوا فعلا تعبانين قوي والله. هو الرجال يعني سواء بنت او راجل يعني برضو البحث عن الشكل الجيد اهم. طبعا راجل بيحسن الكواليتي اوف لايف يعني بيحسن جوده الحياه بشكل فظيع يعني. طبعا يعني ايه بقى اكتر اللي انت لازم يعني تغيريه في دماغ الناس عن العلاج الخاص بالحول وخصوصا ان الناس عندها تخوف يقول لك ما اعملش عمليه في عيني ومش عارف ايه. كلام سليم من الناحيه المنطقيه الانسانيه لكن من الناحيه الطبيه طب ما انت عينك ما بتشوفش. اللي انا عايزه اغيره للناس في علاج الحول ان بليز يعني روح للدكتور المختص في تشخيص الحول ويعني المختص في الجهاز الحركي والعضلات وعلاج الحول لان هو يعني علم مختلف. فلما نروح لدكتور مختص نبتدي شخص صح هيبتدي ياخد الطرق السليمة الصحيحة بعيد عن الشائعات. ويعني دايما ما نروحش للرأي القاضي أو الرأي الشاذ لكن نروح للآراء اللي هي الطبيعية اللي هي كل الناس كل الدكاترة المختصين بيقرروها. الرأي العلمي المتسق مع التوصيات العلمية العالمية. العالمية بالظبط. مش الرأي اللي جايب حاجة من دماغه اللي بيخوف الناس يقول لك أصل أنت لو غطيت عين الطفل هيبان شكله قرصان ومش عارف ايه. ما هو ده العلاج. هو ده العلاج بقى قرصان يبان جاك سبارو يبقى اللي انت عايز تبينه بس هو ده العلاج. ما هو انت ما احنا ما نلعبش على طبيعه الاسر اللي هي خايفه على اطفالها.
حاجة تانية كمان عايزة أغيرها، فكرة إن كل حد عنده عين ضعيفة وعين قوية وعنده فيها حول ويقول لأ أنا لو عملت الحول لازم هيرجع تاني، فمش هعمله وهعيش كده ويعيش بيعاني. لأ، تعالى وحاول تعمله، وأقصى حاجة هتحصل إن إحنا ممكن نحتاج خطوة تانية مكملة في المستقبل. عملية نفسها بسيطة ويعني ملهاش تقريبا أعراض جانبية، فيعني ما تعيش بيه وتبقى متضايق، لأ يعني صلحه وعلي من جودة الحياة يعني. اوكي، الطفل يرجع لمارس حالته الطبيعيه بعد قد ايه؟ تاني يوم يعني. انا بقى تاني يوم ما عنديش اي ممنوعات لحد طفل او كبير ان هو يمارس حياته طبيعيه تماما. انا من اول يوم بقول مفيش ممنوعات، موبايل اوكي، تلفزيون اوكي، عايز يخرج، عايز يعني اللي هو عاوز يعمله، ولكن الاحمرار بيستمر 3 او 4 اسابيع بعد العمليه، فالمفروض ان هو يعني لو مش عايز حد يشوف الحمار او حاجه او الشغل ممكن اقول له خد اجازه اسبوع، لكن انا من اول يوم بقول له يغسل وشه عادي، مفيش غطاء على العين والكلام القديم ده خالص، لا مفيش الحاجات دي خالص. هسالك سؤال بالطريقه المصريه بقى، واحنا بنقول وبنقول للناس مفيش الحول لا يعالج بالليزر كما يشيع البعض، السؤال المصري طب هو الليزر هيعمل ايه لو انا عملت لابني علاج بالحول او يعني راحت عملت عمليه ليزر لابني؟ ما هو حل من اتنين، يا اما العمليه اتعملت جراحيا والطبيب للاسف قال ان هو عمل العمليه بالليزر طبعا، وده خداع وده خداع تمام. يا اما الليزر بقى اللي هو الليزك يعني، يعني عمل عمليه جراحيه ده صح للحول، ده صح للحول. أيوة. بس انا خرجت للناس قلت لهم انا عملت ليزر، ده مخادع، ده نصاب، ده يا اما ده الحل يعني، ده نصاب. بس نصاب اقول له متشكرين يا عم الحاج، انت ما ضررتش العيان، انت نصبت ما عملتش ليزك. لكن اللي عمل ليزك بقى ده مش نصاب، ده خطر. الليزك تقنيه كويسه جدا وامنه للكبار وليس للاطفال. الطفل لسه قرنية في مرحلة التطور، في مرحلة النمو، طبيعي جدا ان الطفل بينمو فمقاس نظره هيتغير، فحتى من الناحية البديهية فطبيعي ان هو حتى لو عمل ليزك هيرجع يلبس نظارة تاني، ولكن كمان بالإضافة إلى ذلك القرنية بتاعت الطفل غير مستعدة لأن هي تاخد ليزر زي الكبير. القرنيه ممكن تكون ضعيفه قدامنا سنين طويله جدا على ان القرنيه دي ممكن تعيشها، فما نبقاش عارفين مستقبلها ايه، هل ممكن يحصل لها قرنيه مخروطيه في سن الشباب، لان حتى القرنيه المخروطيه اللي احنا بنخاف منها في حالات الليزك بتظهر اصلا في سن الشباب، فحضرتك ازاي هتعمل لطفل قبل اصلا السن اللي هي معتاده ان هي تظهر فيه وهنبقى متاكدين ان القرنيه دي سليمه؟ القرنيه دي لسه قدامها عمر كبير قوي، احنا مش عارفين مستقبلها فين، فما ينفعش ان انا اضعفها كمان بالليزر في بدايه حياه الطفل يعني. وما تقوليش بقى فلا الله ولا فالك وبتاع الكلام ده، انا وانا عارف كلام حلو بس ما يتقالش في المنطقه العلميه دي. يعني فلا الله ولا ربنا قال، ما قالش ابدا ان انا نفسي في التهلكه بقى، ما قالش ان انا اتحور على عين ولا لسه مش عارف القرار المخروطيه هتظهر امتى. الموضوع واضح للغايه، انت نورتيني واسعدتيني كالعاده، ويعني ابدعتي يا استاذ دكتور هيبه متولي استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الاطفال والمياه البيضاء، وطبعا صاحب الدكتوراه طب وجراحه العيون وزميل الكليه الملكيه البريطانيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الحول والجمعيه الامريكيه لجراحات الحول وجراحات عيون الاطفال، نورتيني وشرفتيني. ميرسي، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.